يا اخوان بهذا الفيديو بدي افرجيكم كيف دعست هذا الستريمر. ليش قلت دعست؟ لانه سب علي بس خسر. لازم يكون عندك روح رياضية يا عزيزي المتابع، لا تسب، اتقبلها بكل هدوء لو سمحت. المهم لايكات كل الفيديو، اشتركوا بالقناة، وعن جد والله شكرا على الدعم على الفيديوهات الاخيرة، يسعد دينكم. طبعا قاطع لي يومين مش عارف، بس نزلت فيديو تاع تقييم التشكيلات امبارح. مش مشكلة، انا فايت العب جيم، طلع لي هذا الستريمر وتم دعسه. بس ليش سب علي؟ ما علينا، بدي افرجيكم بروفايلي والله قبل على السريع، يعني بدناش نطول بالفيديو. شوف واصل 8000 والموسم اللي قبل 7300 وبلعب بهاي التشكيل، حتى كثير صعب علي، يعني كثير مش شوي، يعني لمبر جاك اكيد عارفينها، كثير زفت التشكيله. بس ملك التوب هذا لما يعصب ولا اي كاونتر بجلده. شوف حتى هذا كمان توب، يعني شايفين؟ ليش بقول لك ملك التوب هذا؟ لانه كلهم في جيبتي حاطهم. تعالوا نشوف، هاتوا خلينا نشوف الفريسي، هاي قصدي صارت فريسيا ولك فعل ماضي يا منوب. طبعا هو تاخر لنزل كروت، فعشان هيك راح اقص لكم الجيم. يمكن هو نزل على دقيقتين وعشر ثواني، ناسي والله، بس انا بقص لكم على اللقطه المناسبه. تمام، عدنا يا اخوان. اول شيء هو نزل انفيرنو صح؟ هي اصلا حاطه في ايديه، شوفوا حاطه في ايديه. المهم شوف، اوكي انا حطيت نايت، اعلق لكم تعليق عصام الشوالي معلم. هون اصلا غلطت غلطه اسطوريه، شوف شو عملت، حطيت اشر على جنب، شوف ايش عملت، بس رمى بربريان باريل بسرعه، عملت فريز. لو ما عملت بسرعه كان التورنيدو شال الارشر. شوف الميجا منيون وقعت من ايدي والله، ما كنت بدي ارميها، لانه الارشر لحاله بقتل الانفيرنو. فلو رمى بالون هسه يا حبيبي بروح 3 كراونز والله، عن جد 3 جام بروح. شوف كان بده يرمي البالون، شوفوا كيف مأشر عليه في ايديه، بس ما رمى، لو انه رمى خلص الجيم. بس ماليش دخل، هو منوب، انا ايش دخلني؟ ايوه هون انا سحبت الانفيرنو، بتذكر سحبته على الجهه الثانيه وهجمت بنفس الوقت، ما توقعها والله، اخذنا منها دمج اسطوري. شوف 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 الجريف يارد يا عمري، ولك شو هذا؟ محترف جريف يارد. شوف شوف قديش انت اخذنا دمج هون، 1500 دمج تقريبا اخذنا، 1500 دمج بهجمه واحده بس، فنار ولك نار. ايوه هون رميت كانون، الصراحة ما معه اشي، يعني حرام اخلي البالر يوصل ومعه فريز بشق اخت البرج. ايوه انا حطيت ميجا، مسكت البالون وعملت فريز ورميت اسهم كانه ما صبت اللمبر، شوف اللمبر واحدة ثنتين، فشحطه وفجر البرج يا زلمة. هون حطيت ارشر، هو رمى فريز بسرعة، ايش حطيت نايت قدام، فحركة اسطورية، يعني أي حدا بيقدر يعمل. شو هذا؟ شو الأسطورة بالموضوع مش عارف. هون أنا بسرعة هجمت ميجا جريف يارد، هون عملت كأنه فريز لبرج الملك كمان. ليش؟ قلت بدي آخذ دمج لو 200 أنا موافق، لأنه راح أظل دافع الصراحة. شوف اللاري، شوف اللاري اللي ورا 700 دمج أعطاني. ضربته قوية والله، يمكن 100 وإشي أو 90، كثير أسطوري اللاري. هون ظلت أدافع زي الأهبل، لأنه عن جد ما معي حل. شوف الميجا هاي يا عمري، زحت البالون على الكانون، كان رايح على البرج، بس لما تحط اشي قدامه بيعكس. والله اني محترف. ايوه هون كانه عملت فريز انا، لانه ضغطنا ضغطه اسطوريه، حطيت ارشر وهسه عملت فريز بالضبط. لا والله بدافع دفاع، اقسم بالله اشي نار. ايوه هون حطيت الهيك عشان الارشر يمسكوا المنطاد. وهسه بدي افرجيكم اللقطة لما سب علي، وافتح لكم على ترانزليت كمان عشان تصدقوا، يعني مش فخر الواحد انه حدا يسب عليه، بس انه في ناس عقولها صغير، يا جد وين اللقطة لما سب عليك؟ انت بتكذب، تعمل كليك بيت، فعشان هيك يعني. ايوه هون كانه هجمت انا، باولر جريف يارد بالضبط، حتى عملت فريز الكترة واللمبر انا بتذكر، خليت الكينج بس اخذت كمان 200 دمج. اسمعوا لما تصيد اشي كثير نار، الدمج اللي كنت تاخذه كثير كان بهمني. هون بس رميت اسهم، شلنا اللمبر وشلنا الباولر، يا عمري على الاسهم هاي اسطوريه. شوف هون الكيترا والتورنادو اللي عملها كثير وسخه. هون حطيت نايت على جنب، ما حطيته على البربر عشان الكيترا ما يمسك البرج، واسهم هون، فلما حطيت النايت قدام البربر اكلت هوا، لان الكترو ماسك بيمسك النايت بيمسك البرج بفجر الدنيا. هون شوف الارشر الوحده هاي
يا عمري سعدين الآشر يا اخوان، والكرة جينا اللعبة رجعة اسطورية. خلص هون خلص الجيم 30 ثانية، ظل ملك التوب لاذر يدافع. هذه الشطارة معلم، انك تهجم وتاخذ دمج وتدافع، هنا يبرز الفن. بالضبط هون كانه عملت له فريز او تاخرت له فريز مش عارف. اوكي هو شوف استنيت بس رمى الفريز حطت الكانون، اسطورية كانت. ميجا منيون والبالون ما اخذ ولا اي ضرب على البرج، وانتهى الجيم لصالح ملك التوب لادر وخساره الستريمر المنوب روكستار، لانه بسب عليه هيك بحكي. هو مش منوب، لا خاتم كل تحديات ال20 الزلمه وجايب 8000 بس لانه سب علي مانيش دخل. المهم بدي افرجيكم اللقطه من بثه، يمكن يكون في كوبرايت راح اقصها بعد ما ينزل الفيديو مش عارف، بس شوفوا. ¿Se puede o no se puede hacer eso, chaval? Mods. Ánimo, simio. شوفوا يا اخوان هاي الكلمه اللي قالها، والصراحه هاي اللي فهمتها لانه اصلا قال الكلمه قبليها جريد، الله يستر شكله شل الامل فيها. لا بس انا عن جد فهمت هاي اللي هي انيموس سيميو. شوف شو معناها، قرد الروح لما تضيف اس انيموس سيميو. شوف عقول القرد يا منوب، يعني مش عارف بدك اعطيك الجيم انت فايت جيم، يا بتخسر يا بتفوز، شو الهبل هذا. خلص المهم انك خسرت يا اخوان، اي حدا بيطلع له هذا الشخص افتح وجهه بالله عليكم خسروه بالله. اسمعوا 3 كراونز بدي تجيبوا لي اياه. فبس والله خلينا نروح على الجيم الثاني تبع لويس سانتياغو اللي كان كاونتر، ونلعب جيم لادر لعيونكم. بفرجيكم هذا كمان لويس سانتياغو، بعدين نفوت جيم لادر عشان ما تزعلوا يعني. تعال بس لانه هذول توب بدي هيك صار اعمل سلسله جلد لعيبه التوب. هذا الجزء الاول من بينهم ستريمر والشباب لعيبه يعني شوف. فتعال هذا هارد كاونتر، والله مش هارد خلينا نقول فول كاونتر. شوف طبعا بهذا الجيم بدي افرجيكم لقطة معينة معلم، بس أول شيء بدي افرجيكم كيف كان يلعب معي، كيف الوساخة باللعب على الأصول. آخ يخرب بيت لعيبة الماينر يا زلمة. شوف الماينر يعني نقول تقريبا إنه ماخذ دمج حلو تمام، هون سكيلتونز. بس أنا بدي افرجيكم لما أجي أهجم إيش هو بيعمل يعني. هون رميت أسهم على الفاير سبيرت عشان ما توصل يعني في كانون، بس إنه بنرمي أسهم بما إنه ماينر يعني. ايوه شوف هون رمى الارشر كوين، شوف انا هون غلطت غلطه للتاريخ، مش عارف ليش هيك بغلط يا زلمه. شوف الباولر ليش نزل هيك؟ والله مش عارف يعني حرام اللي صار. بسرعه هون ايش عملت؟ ميجا جريف يارد، شوف بويزن فاير سبيريت بحط سكيلتون بسحب امها. شو هذا؟ ايوه شوفوا هون دقيقه شوي، هذا اللي بدي تشوفوه انا، هون بلش الضغط تبعي. ايوه دقيقه بس، هون تقريبا هون ايوه خلص خلينا هون تمام على الأربعين ثانية. قررت اني اضغطه على الجهة لانه هو ما معه اشي قوي ضد كروتا غير المورتر فاهم. شوف ماينر ارشر كوين، قررت اني اضغطه. شوف دبل باولر ونايت وارشر وجريف يارد على البرج. وبسرعة بنفس الوقت حطيت الارشر من هون وفريز يا كبير على المورتر وعلى البرج، وانتهى الجيم. ايش صار ما بعرف، اكيد خاف يعني، قال لك في دبل باولر وفي نايت وفي ارشر وميجا كيف بدي اصدهم، قال لك خلص بعطيه الجيم. شكله هذا متوحش الشاب مش عارف. بما ان دعسنا اثنين توب لادر واحد منهم ستريمر، بدنا نلعب معكم كمان جيم اللي هو جيم 6700، يعني بصير ترتيبنا 1500 على العالم يمكن مش عارف. لننطلق خلينا نشوف اخر فريق سمعنا بهذا الفيديو. والله يا اخوان الواحد زهق وهو يفوز. كوبرا ذا ليجند. طب حط اي شيء يا زلمه بالبروفايل تبعك نشوف ايش بتلعب، مش مشكله راح تندعس. بدناش ايوه تومبستون يارا تبعت الجريف يارد، باولر من هون عشان يمسح شو اسمه، اكلنا هواء اذا بالله عليكم بسرعه. طب نايت وبسرعه جريف يارد هناك، لازم اذا رمى عليك لافا انت اغدر من الجهه الثانيه عشان تاخذ دمج ويدافع. شوف حلو، لو اني محله ما بدافع والله بكمل هجمتي عشان برج ببرج، بس هو اهبل هذا شكله. لافا جديد على الساحه، نايس برجه هناك 600. راح ارمي اشر يمسك الميجا وراح اترك السكلتون دراجونز. حلو نركز تمام، ميجا مني من هون وحدة يسعد الدين، مش راح ارمي اسهم خليها مفاجأة شوي لانه لافا بوبس مش راح يصيب البرج لانه في ميجا يعني. وقت تفكير توب لادر يا اخوان. باولر من هون
حسيته صرف كل إشي. يا رب ما يكون معه إشي والله الباولر. فالكيري الوضع سيء، الوضع صار سيء قصدي. فالكيري مع اللافا يا زلمة بالله عليكم. شوف أنا يمكن هسه أهجم، ما راح أقعد أستنى. أيوه هسه نايت غريف يارد، بدي أضمن البرج عشان البرج الثاني بيكون أسهل علي. حلو يا عمري، تمام. سكيلتون دراغونز راح يزت لافا قدامهم على الأغلب. هاي التشكيلة مش عارف إذا فيها بالون، بس كأنه فيها هاي صح. تمام رمى لافا. إذا أقول لك درمي الآرشر بالنص، ما بدي أرميهم على جهة واحدة لأنه برمي فاير بول عليهم، فاهم؟ فلا آرشر واحد بساعد بارتا. والله حطت الميجا كثير وسخر رماها هيك، حطها على الزاوية. ما راح تمسك النايت صح؟ والله ما مسكت. واحدة واحدة راح أرمي كانون آرشر على جنب. هسه فاير بول وأكلنا هوا زاب. حلو حلو يا رب. راح أرمي فريز على الميجا والحلو ولا ضربة. استعدي وك، شو الدفاع هذا؟ نايت بسرعة هون يا عمري. حطت النايت اسطورية، كانت أخذ الضربتين والله. يلا اهجم اهجم يلا يا منوب. هذا لاعب لافا جديد شكله هالساعة. ولا عمل لي هجمة كاملة ترى من أول الجيم. آرشر من هون، خلاص ما معه وقت. هاي الهجمة راح أصدها هسه بسهولة ايزي. ميجا منيون من هون، لو حطيت على جنب كنت زحته على اليمين زي اللي عملناه مع الفريز من هون. واحد اثنين ثلاث اسهم جي جي. اخ وك شو اللعيب يا اخوان، لعبة اللافا بتجي. لا بمزح الا هذول، والله ما بنمزح معهم. هذا شكل جديد على الساحة. 30 كأس من شواربك يا منوب، انت ولعبة اللافا. فبس يا اخوان بنشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي معلم، بس هيك عشان تعرف انه ملك التوبلادر لا يقهر ولك حتى اللافا هاوند من داس. فبس والله قديش صار ترتيبنا 1700 حلوين. الموسم لسه باوله وانا قاعد برفع، ففيديو 7000 راح ينزل هاليومين ان شاء الله. المهم نلتقي في الفيديو القادم او في الفيديو الجاي القادم. حلو هاي. فبس والله سلام.